مقاومتنا الفلسطينية بتقول كل الدنيا عم قاعدة بتبيع فلسطين وبتتكالب على بيع القضية الفلسطينية، فيا ترى مين ضل ليحافظ على فلسطين إذا المغرب بتعمل هيك؟ فشو ضل لبقية العرب؟ مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أنا حسام أبو الحاج. بنرحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين بالقضية الفلسطينية والمؤمنين تماما بأن الاحتلال الصهيوني سيزول من هذه الأراضي الفلسطينية، والذي يعتقد بأن له مكان بين الفلسطينيين. فعلا بداية الكلام وبداية الحديث حسبنا الله ونعم الوكيل بمن يبيع ويبيع القضية الفلسطينية. عارفين يا أخوان مقاومتنا الفلسطينية والله تندد وتستنكر ما تفعله المغرب بكل قوة، والله تهدد بكل قوة لكل شخص يقف ضد فلسطين، تهدده وتقول له وتنطق بأعلى صوتها وبأعلى لسانها لن يستطيع أحد بأن يأخذ القدس والمقدسات ومصرانا وفلسطين منا، حتى ولو كانت لإسرائيل وللصهاينة ليس شريك ألف شريك. فوالله والله والله تأكدوا تماما بأن المقاومة الفلسطينية تستنكر ما تفعله المغرب. عارفين احنا مش كرهانية في الشعب المغرب ولا كرهانية، هينا قديش بنحب الشعب الجزائري لانه واقف مع فلسطين فعلا وقولا بمعنى الكلمة. لما بقول انا واقف مع فلسطين، واقف معها بالكلمة، بدعمها حتى لو بألعابها بمبارياتها بمساعداتها، بنشهد الخير الكتير اللي شافته فلسطين من دولة الجزائر. لكن لما بتيجي المقاومة الفلسطينية بتنتظر للدول العربية، يعني جيش فلسطيني كون نفسه من لا شيء، هو اصلا كان في البداية ما فيش جيش فلسطيني، اجى هذا الجيش كون نفسه وعمل نفسه واصبح اقوى جيش فلسطيني مر على التاريخ الفلسطيني، كون نفسه. فلما اجى كون نفسه بدي يشوف مين من الدول العربية المساندة له، بلاقي اللي زي دولة المغرب بتروح وبتزور اسرائيل ولها علاقات ومعاملات ما بينها وبين اسرائيل. فوالله القائد محمد الضيف أبو خالد والله لن يعجبه هذا الأمر، وبكل تأكيد حزين جدا على عرب يبعون القضية الفلسطينية بأرخص ثمن، وكله قال عشان المال، كله قال عشان الكراسي، ولكن لا يعلمون أنهم لا يحصلون على مال ولا على كراسي. والله فقط سيسطرون اسمهم بمن يطبع مع صهاينة، سيسطر اسمه فقط في مزابل التاريخ. والله أبو عبيدة ما هو عاجبه، أستاذ محمد الضيف ما هو عاجبه، الأخ يحيى صنور ما هو عاجبه، قادة حماس، قادة فتح الشرفاء، قادة الجبهة الشعبية، قادة الجهاد الإسلامي، قادة كل فصيل فلسطيني في فلسطين لن يعجبه ما يفعلونه الدول العربية. عن جد إحنا حنوصل لمرحلة جماعة الخير واقفين، ما فيش ولا دولة عربية واقفة معنا إلا الجزائر. فالجزائر بلد عظيمة، بلد نفتخر ونعتز بها، بلد فعلا بنشيلها على الراس وبنفتخر فيها، لأنه والله فعليا هيها بتدافع عن فلسطين. والله 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 مهما ضلينا نحكي ونقول، فلسطين بحاجة لوقفة العرب بجانب الفلسطينيين، فلسطين بحاجة لوقفة العرب بجانب ومساندة المقاومة الفلسطينية. كفى غفلة من نومكم يا عرب، كفى غفلة، استيقظوا من نومكم. إلى متى ستبقون نائمون؟ إلى متى ستبقون نائمون؟ ستبقون نائمون إلى أن يأتي الوقت وتندمون على ما تفعلون. فعن جد حسبنا الله ونعم الوكيل بالدول العربية اللي قاعدة بتسيب فلسطين وبتبعد عشان مال ولا عشان كرسي، ولكن والله لن تستفيدوا أي شيء وسيسطر اسمكم في مزابل التاريخ. أحبابنا الكرام، حنحكينا كتير، حكينا قليل، والله 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 إحنا ومقاومتنا الفلسطينية وفصائلنا الفلسطينية مؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بقدرة الله عز وجل، والتحرير قادم شئتم أم أبيتم، أنتم إسرائيليين أو صهاينة أو دول عربية، شئتم أم أبيتم إن شاء الله سيأتي. بس عندما يأتي هذا اليوم ويوم التحرير، مش عايزين نشوف ولا كلب لا صهيوني ولا مطبع بيجي بيصبر، بيجي بقول إلي الحق أصلي في القدس ولا للحق أزور فلسطين. اللي طبع يا حبيبي روح أنت وإسرائيل، روح حاربوا وراها وجروا في الشوارع. مقاومتنا الفلسطينية لن تسمح لأي مطبع كان مطبع مع الصهاينة يوم التحرير، لن تسمح بأن
تخليه يتواجد في الأراضي الفلسطينية، لأن الأراضي الفلسطينية أراضي مقدسة وشريفة، فلن يلمسها إلا الشرفاء مثل أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر وغيرها من البلدان العربية الغير مطبعة، ولن يلمسها الكلاب، ولن يلمسها الخونة والعملاء. فبكل تأكيد أحبابنا الكرام، أتمنى أن تكون رسالتي واضحة بأن كفى غفلة من نومكم يا عرب، استيقظوا من نومكم. فبجد ما ضلش كلام، بتبيعوا فلسطين علنا والله، لكن حتخسروا اللي وراكم واللي قدامكم. كل التحية لأهلنا في الجزائر، وكل التحية لكل فلسطين، كل التحية لدماء الشهداء على الأقلية. أنتوا المطبعين اعملوا حساب لدماء الشهداء. فكل التحية لشهداء فلسطين والجزائر، لكل شهداء العالم العربي الأوفياء وعندهم ضمائر حية. كل التحية لأسرانا البواسل، كل التحية لكل شخص عنده ضمير حي. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كل التحية لمقاومتنا الفلسطينية الثابتة صاحبة المواقف على أرض الوقف، والذي أرعبت بني صهيون وسترعب بني صهيون بكل تأكيد في كل وقت وفي كل حين. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم أحبابنا الكرام، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم حسام الحاج، بأمان الله، واستودعتكم ربي. وخاوة القدس عاصمة لفلسطين، وكفى غفلة يا عرب. إلى اللقاء. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم، لمن قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. يسعد صباحك يسعد مساكي، أرض الجزائر بعشق هواكي. اسأل التاريخ عن اللاجاكي، تشهد الشهداء برضك مدفونة. وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. شعبك الطيب يا هالجزائر، عيش بمحبة مع طير الطاير. فلسطيني دمي عشق الجزائر، اسألوا عنها الشهداء المليونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. واللي عاديكي مقبور بأرضك، اسأل التاريخ عن عادي مرك. تمحق الغازي وترد العادي، فلسطيني حبك شعبك ميهونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم.